اهلا بحضراتكم من جديد وفقره الترند المحلي والعالمي والجزء الاخير من برنامج الترند. طب نروح للترند المحلي، وفي كلام مهم جدا خاص بمنتخبنا الوطني، خاصه احنا بنتكلم خلاص احنا في شهر مارس وعلى اعتاب المباراه الفاصله امام السنغال في الدور الفاصل والحاسم للتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم. طيب حساب كوره 11 على تويتر بيتكلموا على ان كارلوس كيروش بتنتظره مهمه صعبه من أجل تعويض خسارة أمم إفريقيا أمام أسود التيرانجا. كيروش يقدم طلب جديد للجبلاية على طريقة الجوهري ويحسم الجدل بشأن خلافات الجهاز الفني. طيب فكرة طلب جديد على طريقة الجوهري وانت مغمض عينيك تأجيل أي مباراة في الدوري العام. حسب ما كتب في هذا الخبر أن الأستاذ وليد العطار المتحدث باسم اتحاد الكرة قال أن كارلوس كيروش طلب تأجيل الجولة 13 من بطولة الدوري، واتحاد الكرة طبعا بدون أي نقاش وافق على كل طلباته. خلال الفترة الحالية كل الحاجة اللي انت عايزها هنوافق لك عليها، مقابل بس ودينا كاس العالم في الدوحة 2022. طيب بالنسبة للخلافات، وليد العطار قال كلمة مهمة جدا أو جملة مهمة جدا، قال لا توجد أزمات داخل المنتخب أو بين الجهاز الفني واتحاد الكرة، ولا داعي لفتح الحديث في هذا الموضوع أو التطرق لهذه التفاصيل خلال هذه الفترة، لا توقيته ولا موضوعه ولا ليه أهمية، حتى لو في خلافات فنية مش مهم أصلا تعلن بالنسبة لكل وسائل الإعلام أو للجمهور طالما الجهاز الفني قافع نفسه بيشتغل عشان مباراتي السنغال. بالمناسبة خلال الأيام القليلة الماضية كان في وفد حضر إلى القاهرة من الاتحاد السنغالي لكرة القدم عشان يرتب كل الإجراءات الخاصة بترتيبات استقبال البعثة. منتخب السنغال هيجي مصر يوم 23 مساء، او نقدر نقول فجر يوم 24، لان هو هيتمرن يوم واحد بس ليله المباراه على استاد القاهره الدولي، ثم يلعب مع منتخبنا يوم 25. طب هيستعد فين؟ هيلعب فين؟ منتخب السنغال هيخش معسكر في مراكش في المغرب، هيتجمع اللعيبه يوم 20 مارس وهيسافر الى مراكش في المغرب، هيعمل معسكر لمده 4 أيام قبل المجيء للقاهره. الجو في المغرب زي الجو في مصر، فيعمل 4 أيام معسكر في المغرب بعيد تماما عن أعين وسائل الإعلام عشان يستعد لمباراة منتخبنا الوطني. ونتمنى يا رب يكون منتخب مصر في أتم الجاهزية عشان يعمل نتيجة إيجابية قبل ما يسافر ويلعب لقاء العودة يوم 29 مارس. طيب نروح كمان للترند المحلي، وآخر حاجة خبر مهم جدا متعلق بقى بعمل الجهاز المعاون. المصري الرياضي اهتم جدا بخبر متعلق بكارلوس كيروش بيكلف الكابتن محمد شوقي بمتابعة 5 مدافعين خلال الفترة اللي جاية عشان يقدم تقرير للجهاز الفني عشان يشوف تطور المستوى في الفترة اللي جاية قبل إعلان قائمة منتخب مصر يوم 20 مارس. طيب مين الخمسة؟ محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، ودول مدافعي الأهلي، محمود علاء محمود الونش، ومحمد عبد الغني مدافع الزمالك. حسب المعلومات المتوفرة بخصوص المعسكر القادم، فكرة استدعاء لاعب جديد خارج القائمة اللي كانت موجودة في كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون لا تتخطى لاعب أو اثنين على أقصى تقدير. كارلوس كيروش أساساً يمكن هيعتمد على نفس المجموعة اللي كانت معاه، محدش لفت نظره أصلاً في مباريات الدوري الجارية في الفترة الحالية. الراجل أصلاً كمان مش معجب بأداء الفرق في الدوري، وشايف أن الدوري لغاية اللحظة دي كان متأثر بسبب التوقف الطويل، فهيعتمد على نفس المجموعة إلا إذا شاف لاعب أو محترف في الفترة اللي جاية ممكن يضمهم على مجموعة اللي كانت معاه في كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون. لكن أكتر حاجة بتسعدني وبتسعد كل الناس إن تريزيجيه كأحد اللعيبة المحترفة في الدوري التركي بعد فترة الإعارة متألق بشكل كبير جدا، وده هينعكس بشكل إيجابي عليه لما ينضم لمعسكر منتخب مصر قبل مباراتي السنغال. وقبل ما أقفل الترند المحلي، خلال الأسبوع اللي جاي هنلقي الضوء على فكرة مين الأطقم التحكيمية اللي هتدير تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، إن ممكن وارد جدا يتم استدعاء حكام من خارج قارة إفريقيا تحديدا في غرفة تقنية الفيديو عشان يعاونوا ويساعدوا الحكام الأفارقة في مرحلة الدور الفاصل، في ظل إن ال5 مباريات سواء في الذهاب أو الإياب هيتلعبوا في يوم واحد، فعدد الحكام النخبة والمميزة مش هيكونوا متوفرين بشكل جيد للمباريات الخمسة سواء يوم 25 أو يوم 29 مارس. طيب نروح للترند العالمي، وخبر مهم متعلق به محمد صلاح. حساب كورة بلاس بيتكلم على تصريحات ماسيو كاريرا لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق، واللي بيقول كنت محظوظ لمقابلة محمد صلاح، هو لاعب من الطراز الفريد رائع ومدهش، بكل تأكيد سيكون من الشرف ليوفنتوس التعاقد مع صلاح، ولكن من الصعب أن يترك ليفربول.
مفروض صلاح خلال يعني المفروض الشهرين الجايين يكون في قرار حاسم في مسألة تجديده. هو قال كلمته لإدارة نادي ليفربول وبيستني القرار من قبل الإدارة، لكن بالطبع لازم يجدد في الفترة الجاية ويستمر مع نادي ليفربول. طيب السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة بخصوص طبعا توقعاتكم لنتيجة مباراة اليوم ومين ممكن يسجل أهداف في مباراة فاركو والأهلي. أسامة راضي بيقول إن شاء الله فوز الأهلي 3-0، طاهر، شريف، عبد القادر، وعلى كل الأحوال بإذن الله الفوز والتوفيق للنادي الأهلي. نروح لأحمد بيقول إن شاء الله 0-4، تاو وشريف وقفشة والشحات، كل الدعم للأبطال. إن شاء الله بإذن الله الأهلي يعمل نتيجة إيجابية أيا كان بقى المكسب 1-2-3-4، المهم ترجع بالثلاث نقاط وبسرعة تخرج من أجواء مباراة سان داونز عشان المرحلة اللي جاية. إلى هنا نصل لختام حلقة اليوم من برنامج الترند، بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي غدا في حلقة جديدة من الترند. شكرا وإلى اللقاء.